إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سأتكلم عن توثيق أو نظام التوثيق الوطني، فسنتعرف عن ما هو هذا النظام وكيفية استعماله وما مزاياه. فبخصوص التعريف الخاص بنظام التوثيق الوطني، فهي خدمة تقوم على تحديد الهوية على النطاق الوطني لجميع الخدمات الحكومية على الإنترنت، وتوفر توثيق آمن فضلا عن خدمة التوقيع الرقمي وخدمة تسجيل الدخول الموحد لجميع الخدمات، أي أن من خلال هذه الخدمة نتمكن من الدخول لتقريبا جميع الوزارات. فما هي مزايا خدمة التوثيق؟ إذا المزايا الخاصة بخدمة التوثيق، أهم ميزة هي التوقيع الإلكتروني، بحيث هذا النظام يتيح التوثيق خدمة التوثيق على الكثير من المعاملات عبر الإنترنت، وهو ما وذلك بغرض الإثبات بأنك الشخص الموقع على هذه الخدمات. إذا فالمزايا هي 4 مزايا. أولا، التوثيق متعدد المستويات، أي ممكن توثق من كشخص كشركة، أو توثيق على عقد، توثيق على أشياء كثيرة جدا. تسجيل الدخول الموحد، خدمة الدخول الموحد أي أنه من خلال يوزر نيم وباسورد أو من خلال البطاقة الإلكترونية يمكنك الدخول بهذا النظام اللي هو توثيق على العديد من الجهات. وخدمة التوقيع الإلكتروني فهي خدمة تتيح أنك عوض ما الذهاب إلى الإدارة توقع وأنت بالبيت. فمثلا يمكن عمل عقد وتوقيعه من غير الذهاب إلى وزارة العدل، وبطبيعة الحال هو تبسيط ربط الجهات الحكومية مع بعضهم. فهنا سنلاحظ ماذا يتيح لنا هذا الخدمة الخاصة بالتوثيق الإلكتروني أو نظام التوثيق الوطني. أول شيء، تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة، أي تبسيط العمليات، تطوير الخدمات الإلكترونية، وهذا من بعد كورونا خصوصا، فتقريبا أصبحت جميع الخدمات إلكترونية، وهو ما سهل العمل، يعني عوض الذهاب إلى مركز الخدمات وكذلك الزحمة التي تكون بمركز الخدمات، يمكن عمل المعاملات من داخل المكتب أو من داخل البيت. وهذا وكذلك من بعد المزايا أنه الأمن، فهي خدمة آمنة أكيد، وحماية الهوية الرقمية، أي أنك لو وقعت عن شيء فتدخل بالبطاقة أو برقم سري، فهذا يعني أنك الشخص الذي دخل على الموقع وتم توقيع إلى آخره، عكس الورقي فممكن أي حد يسوي توقيعك. وكذلك السرعة في الوصول إلى الخدمات وتوفير الوقت إلى آخره. فبخصوص آلية الدخول بالنظام التوثيق، كما قلنا هناك 2، يا يعني إما الدخول بالبطاقة الذكية أو باسم المستخدم وكلمة المرور. هنا سنتحدث قليلا عن آلية التسجيل قبل الذهاب إلى الموقع. إذا آلية التسجيل، بالنسبة للمواطنون والمقيمون بقطر، يتم التسجيل عن طريق البطاقة الشخصية ورقم التليفون أو رقم جوال، يكون باسم الشخص الذي سنعمل حساب التوثيق. وبالنسبة للزائرين أو المستخدمين من خارج قطر، فبالبريد الإلكتروني ورقم جوال خاص بهم. تفعيل الحساب، يتم تفعيل الحساب تلقائيا لو رقم التليفون الخاص بك هو باسم نفس الشخص، أي أن رقم تليفوني يجب أن يكون باسمي ليس باسم الشركة أو اسم أحد تاني. وحتى لو رقم التليفون مثلا أول
ما أتيت إلى قطر أخذت بعقم من جواز السفر، إلا أنه عند عمل الإقامة يجب عقد رقم التليفون بالرقم الشخصي، وذلك عند الموارد أي كوريدو أو فودافون. في حالة كان رقم التليفون ليس بملكيتك فيجب الاتصال على رقم الكول سنتر اللي هو 109، أو الذهاب إلى الجوازات لتفعيله. بالنسبة للزوار والمستخدمون خارج دولة قطر أو عندهم بس تأشيرة، ليس ما عندهم بطاقة شخصية، يتم التفعيل تلقائيا عن طريق زي ما كما قلنا عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، وندخل بيانات جواز السفر فهذا كافي. وكيفية الدخول، فهناك كما قلنا البطاقة الشخصية والذكية أو باسم مستخدم اللي هو بيكون رقم الاي دي وكلمة مرور. وكذلك الدخول متعدد العوامل، أي أنه في أغلب الوزارات أو أغلب الحالات إذا استعملنا الاسم المستخدم وكلمة المرور بالنسبة للمقيمين، فقبل الدخول يجب إدخال رقم او تي بي يصلك اس ام اس على رقم تليفونك. إذا سنذهب للموقع واللي هو الموجود داخل، وقبل ما نذهب عفوا سنتكلم عن الجهات الحكومية التي أو لنبين أهمية هذا التوثيق. فمن خلال حساب التوثيق الوطني يمكنك الدخول إلى 17 جهة حكومية، من بينها وزارة المواصلات، وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، جهاز التخطيط، الهيئة العامة للضرائب، البلدية، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة التجارة، قطر للسياحة، النافذة الواحدة، هيئة تنظيم الاتصال، مؤسسة حمد الرعاية الصحية أو مؤسسة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وكذلك مناطق. فكل هذه الوزارات ممكن الدخول فقط بنفس اسم المستخدم ورقم السري تبعه. إذا سنذهب إلى الموقع. الموقع كما هو مذكور أسفل الفيديو هو nas.gov.qa. عند الدخول إلى الموقع فهناك لو شخص مسجل من قبل بس لوجين، وهون ندخل رقم الحساب و الباسورد الخاص بالحساب، وهذه لتأمين الحساب، فيعطيك بعض الصور تختار الصور التي يعطيك. في حالة عدم وجود حساب على الشخص، فهنا في سأعمل على عربي أحسن. فهنا لدينا تسجيل مستخدم جديد، كما قلنا هنا يعطيك الاختيارات ألا وهي هل هو مواطن قطري أو مقيم، أي أنه يتوفر على بطاقة اي دي رقم اي دي، أو هو زائر. فعند اختيار الزائر ندخل البريد الإلكتروني كما قلنا ورقم التليفون الخاص بالشخص مع رمز الدولة، وبعد ذلك نتحقق من الحساب دائما استمرار ونضغط على استمرار. في حالة المقيمين إذا كان المقيم ندخل رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف كما قلنا يجب أن يكون على اسمه. بعد ذلك يعطينا تسجيل بيانات شخصية، للأسف ليس لدي حساب لعمله، بس سأدخل بحسابي لأريكم البيانات الشخصية المطلوبة، وبعد ذلك كلمة السر أو كلمة المرور وينتهي التسجيل. إذا سأدخل بحسابي حتى أريكم البيانات الشخصية.
إذن البيانات المطلوبة، فالبيانات المطلوبة هي كالتالي: عند التسجيل يطلب منك تاريخ الميلاد، الجنس والهاتف، رقم التليفون، رقم جواز السفر، وهنا البريد الإلكتروني والعنوان بالنسبة للأشخاص داخل قطر، وصندوق البريد إن وجد، ويتم عمل عملية استمارة. إذن هذا ما يخص بالبيانات الخاصة التي يطلبها التوثيق. إذن عندها هنا نكون قد أتممنا الحديث على بعجالة وبسرعة عن حساب التوثيق الوطني، وشكرا.